لو هنلعب مع بعض لعبة تنافسية وده آخر جزء في الحلقة، التيمز هتتقسم ازاي؟ مين هيلعب مع مين ضد مين؟ انا وريتا. انا ويوسف. خلاص هعمل ايه؟ انا اختارها. انت اخترتوا بعض؟ اه. طب انا بقول لكم انا الكبار اللي هيغلبوا. اما نشوف. انتوا لو كسبتوا هتحكوا مع الكبار بايه؟ مش عارف صراحة. الحكم اللي هتحكموا عليها هتنفذوه على سوشيال ميديا. اوكي موافقة جدا. انا اخلي بنتي تاكل خضار. لا ده احكام. اه دي لا ده انت لازم تحددي ايه بقى؟ طبق بروكلي؟ لا لا قول اس. ايوه 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 ما يحبش القلقاس يستحق السقفه. القلقاس يستحق السقفه. والطبق كامل مش دبلي. انت قلتي تاكلي تشيكن؟ لا تاكل. معلش. ايوه هي كمان فيجيتيريان. انا فيجيتيريان. انا عندي حساسيه. ما عندهاش حساسيه. صحتي اكلتها قبل كده من غير قصدها وما خدتش بالي. يبقى الحكم واضح جدا. بنتي بلاش يا ريتاج تاكل قلقاس، يا ايمان تاكل فراخ. ده واضح جدا وهيبقى على السوشيال. يلا بقى بدله عشان يبقوا جنب بعض. ايوه. اللعبه اسمها كلمه في اغنيه، كلمه مميزه تقولوا اغنيه فيها الكلمه دي. ليلى ليلى بتاعت عمرو دياب. ليالي حبيبي. ايوه هي دي. اجابه صحيحه. اجابه صحيحه. ثم قال الاول. ثم قال الاول. إيه حلو ده. احنا مع بعض، احنا تيم. انتوا فريق ايه؟ الاختين الحلوين. الاحلام. فريق دلال. فريق دلال اللي يكسبوا. دول فريق دلال ودول فريق صفصف. ماشي. فريق صفصف دول كيوت قوي بيحبوها. خلاص. فريق دلال وفريق صفصف. بس هو قال بتاعت عمرو دياب الاول. الاول لازم نغنيها. اولا الاحلى ان انت تغني يعني تقول الريتم وبصوت عالي. يبقى نقطه واحده لفريق دلال عشان تحاول تكسبني. الكلمه اللي بعدها. ايوه طبعا. عيش. حب الناس وعيش. حب الناس وحب. صح. يسرى. اجابه صحيحه. دلال. القلقاس يجهز. القلقاس يجهز. والله هعملهولك مخصوص النهارده. 2-0. ايه يا جماعه؟ طب واحده واحده. لا بالراحه. بالراحه عليا شويه شويه. لا 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 واجابه صحيحه. بهاء سلطان. 3-3. اللي بعدها. بشتاق. قوليها وانا اقول. بشتاق ليك. حاجه عمرو دياب. بشتاق ليك عمرو دياب. انا هحسبها لفريق صفصف عشان نشجعهم. الحلوه. الحلوه الحلوه الحلوه. هم يكسبوا. انا كنت قلتها. انا عبد الحليم حافظ. عبد الحليم. لا ده استحاله يعرفوهم. لا بس انا دي حله قلقاس مش طبق قلقاس. شويه بس احنا هنديهم فرصه برضو. ده انا نير وبلانكو وفلوس بالكم في البانكو وماليش في كلامكو ومقامي 50 في تمامكو. ونقطه مستحقه. فريق صفصف. دي نقطتين كده. احنا نقطتين فعلا. انت حافظه الباقيه؟ اه. قولي الباقي. تمام. ايه اول كلمه؟ ده انا نير وبلانكو. غني معايا. غني معايا. ماشي. ده انا نير وبلانكو والفلوس بالكم في البانكو وماليش في كلامكو ومقامي 50 في تمامكو فبلاش علشانكو عشان انت صحاب تركانتو والبنك تعبى الدانكو يرهد دولارات وفرانكو. والمغزى من الاغنيه. المغزى البنك تعبى. تمام تمام. قبلها كانت حليم بالظبط. بعيد عنك حياتي. ايوه ام كلثوم. بعيد عنك حياتي. بعيد عنك حياتي. عزيزتي. ايوه اجابه صحيحه. فريق دلال. امال ايه الضروره؟ بعيد عنك حياتي. عذاب ام كلثوم يا ريتاج. اه بعيد. مش حاجه غير ام كلثوم. انت بتحبي ام كلثوم؟ اه قوي. ام كلثوم. مانجا. مانجا. مانجة ايه؟ محدش يتكلم. حبك سفاح. حبك سفاح. مانجا و مانجا وتفاح. مانجا. برافو. مانجا ولا بس سفاح. وعلي واحده بتاعت حمد. ايوه حافظها. هو حافظها بس ما جاتش في دماغي. يا جماعه ما تهزروش. السلطان. 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 العبد لله. العبد لله. السلطان. قلتها الاول. هو الاول. قلتها الاول. انت لا يوسف قالها الاول. فريق صفصف. احنا كده كام كام؟ مين كسب؟ احنا اللي كسبنا. محمد رمضان صح؟ اه اه
النهارده عيد ميلاد احلى عيد ما في ايه ده بقى ايوه في كلمه النهارده حماده هلال اجابه صحيحه ايوه النتيجه كام بقى يعني القاس ولا فراخ فراخ لا الكنترول بيقول القاس شكرا يا دلال هو اللي كسب بحبك قوي ما تصدقوش بنت دلال فتح الله انا عارفه الحركات دي بحبك والله طبعا ده حضن عشان القلقاس ما يتاكلش بكره الصبح الفيديو عندك يبقى اذا بكره الغدا قلقاس ايوه عايزه اقول كذا حاجه اول حاجه ربنا يخليكم لبعض تاني حاجه في كومبو كده ما كنتش اعرفه ابدا عن ايمان العاصي الاسره الغير نمطيه اللي كلكم عايشين مع بعض وربنا يديم المحبه يا رب ما كناش مش انا بس مدركين حجم الموهبه الكبيره اللي عند ايمان العاصي اول ما كانت لها فرصه في دور قدرت تطلع الماكسيمم منه الحد الاقصى منه او اكتر حتى من الحد الاقصى الحمد لله اثرت الناس باجادتها لدور دلال سواء وهي في الجزء الوديع او في الجزء الشرير سعيده بسعاده اسرتها بيها الحمد لله سعيده بان انت حاسه انه في الوقت المناسب اتحققتي وكل الناس في مصر وفي العالم العربي كانت عماله تشاور على ادائك تشاور عليكي وتقول كانت فين مستخبيه فين النجاح يفرح جدا وننتظر من بعده نجاحات وادوار خطوة كبيره خطوه اصعب اللي بعده دلال او النجمه ايمان العاصي باقات الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه